زمان بزمان منذ الأزل، قبل أن يكون هناك حب أو غزل، عندما كنا في قبضة الغيب لم نزل، كان آدم وحواء في جنة عدن، حيث النعيم والشباب ليس له مدى. التقطت حواء التفاحة وبطلعتها الوضاح، وعيون السحر اللماح، قالت يا آدم بصراحة، قالت يا آدم بصراحة، تعدمني لو ما أكلتش يا آدم تلك التفاحة. فأكلها أكلها، التهمها التهمها، لم يبق شيئا منها، فانفجر كقنبلة ذرية وامتلأ العالم ذرية. وبعد ما كان آدم واحد بقى كل شعوب البشرية